بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر اليوم في أول درس من دروس النحو والإملاء للصف السابع من مرحلة التعليم الأساسي، وسنقتصر هذه مادة اللغة العربية على النحو والإملاء، فلنتوكل على الله في أول درس من هذه الدروس. المعرفة والنكرة، درس اليوم المعرفة والنكرة. الاسم قسمان: معرفة وهو ما يدل على معين، على شيء معين، أي شيء معين أو معروف يعتبر معرفة، دخل دائرة معرفتنا وأصبحنا لدينا إلمام، لدينا إلمام به، فلذلك يعتبر معرفة، أي شيء يدل على شيء معين يعتبر معرفة. نأخذ مثال على ذلك: محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. محمد معرفة لأنه علم، معرفة لأنه علم، والعلم أسماء الأشخاص تعتبر أعلاما. خير أيضا معرفة لأنها استندت إلى كلمة معرفة، معرفة لأنها مضافة إلى الإضافة، مضافة أو معرفة بالإضافة. البرية كذلك معرفة لأنها معرفة بال للتعريف، فإذن محمد معرفة لأنها علم، خير معرفة لأن معرف بالإضافة، وكذلك البرية معرفة بالال، فهي ثلاث كلمات كلها معرفة. الثانية وهي ضد المعرفة نكرة، نكرة، والنكرة هي شيء الغير معروف، عكس المعرفة، عكس المعرفة يعتبر شيء نكرة لم يدخل إلى دائرة معرفتنا. تعريفها: وهو ما لا يدل على معين، معين يعني شيء بعينه لا نعرفه، معين يعني أخذت من كلمة عين، يعني لي شيء غير معروف بعينه، فهو شيء غير معروف لذلك نكرة. مثال على ذلك: تجمعنا آمال. آمال هنا نكرة، وغالبا ما يكون مصاحب النكرة التنوين، عندما تضاف إليه وتصبح معرفة ينقلب التنوين إلى، إذا كان التنوين بالضمة فيكون ضمة واحدة، إذا كان التنوين بفتحة تصبح فتحة واحدة، إذا كان التنوين بماذا بكسرتين تصبح كسرة واحدة. فآمال هنا جاءت نكرة، لا نعرف تلك الآمال، ولكن تجمعنا آمال دون معرفة تلك الآمال، فهي نكرة وليست معرفة. المثال الآخر: جاءنا معلم. عندما تسمع هذه الجملة جاءنا معلم، تعرف أن من أخبرك بذلك لا يعرف هذا المعلم، فهو لديه نكرة وليس معرفة، معلم يراه لأول مرة قد يكون، فلذلك يلجأ إلى استعماله نكرة معلم. لو كان معلم اللغة العربية قال جاءنا معلم وليس معلم، معلم اللغة العربية. المثال الثالث: كنت في مدرسة. عندما تسمعها من شخص تعرف أن هذه المدرسة لا تعرفها أنت، غير متعارف بينكما ما هي هذه المدرسة، فلذلك لجأ إلى تنكيرها بوضع التنوين تحتها، ولم يدخل عليها أي أداة من أدوات التعريف حتى تصبح معرفة. إذن المعرفة هو الشيء المعروف لديك ويدخل دائرة معرفتك، أما النكرة فهو الشيء الغير معروف. وإذا نظرنا نجد أن النكرة سابقة للمعرفة، فالمدرسة التي تدرس فيها كانت نكرة بالنسبة لك، ثم بعد دخولك إليها أصبحت معرفة. كذلك علم النحو كان نكرة غير معروف ثم أصبحت معرفة، فأصل الأشياء النكرة ثم تدخل المعرفة، ليس في النحو فحسب بل أيضا في الحياة برمتها. نأتي الآن إلى أنواع المعارف، عرفنا النكرة وعرفنا المعرفة، والآن سوف نغوص في المعارف ما هي. أول تلك المعارف الضمير، الضمير أول معرفة، والضمير هو الشيء المختفي، نقول أضمرت في شيء نفس في نفسي شيئا بمعنى أخفيته، فالضمير هو الشيء المخفي الذي لا نراه. للضمائر ثلاثة حسب أحوال: إذا كنت متكلما، أو إذا كنت مخاطبا،
أو إذا كنت غائبا. هذه الأحوال دائما إما أن تتكلم أو شخص يكلمك أو يتكلم عنك شخص وأنت غائب. فالمتكلم عادة عندما تتكلم عن نفسك تقول أنا، إذن الضمير يستعمل عوضا عن الاسم، بدل ما أنت تذكر اسمك تذكر ضميرك، بدل أن تذكر نفسك مع الذين كنت معهم فتقول نحن. إذن الضمير قد يكون يستعاض به عن ذكر الاسم. هذا للمتكلم، أنا أو نحن. نحن قد تستعمل عندما تكون في أشخاص أو الشخص الذي يعظم نفسه ويقول نحن. للمخاطب الشخص الذي تخاطبه إما أن تقول له أنت، أنت، إذا كان هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخصان اثنين أو اثنتين نقول أنتما، أنتم للذكور جمع الذكور، أنتن لجمع الإناث. كذلك للغائب نقول هو، هي، للمثنى نقول هما، لجمع الذكور نقول هم، لجمع الإناث نقول هن. هذه هي الضمائر بصفة مختصرة، هناك ضمائر كثيرة ولكن نقتصر بذكر هذه التي تخدم درسنا هذا اليوم. نأتي إلى الأمثلة. أنت تطلب ونحن نطيع، أين الضمائر في هذه الجملة؟ بالطبع أنت وهو ضمير يخص المخاطب، عندما تخاطب شخص أمامك تطلب، ونحن أيضا ضمير ماذا؟ متكلم، أنت مخاطب ونحن متكلم. المثال الثاني أو الجملة الثانية، هي قصة جديرة بالقراءة. نشاهد أو نرى الضمير هي وهو ضمير يدل على الغائب، نقول هو، نتكلم عن شخص غير موجود، أو هي عن شخص أيضا غير موجود. إذن أول المعارف هو الضمير. ننتقل إلى ثاني المعارف وهو العلم. هو اسم الشخص الذي يدل عليه، والأعلام كلها معارفه، أي اسم شخص محمد، عامر، محمود، جميع الأسماء، فاطمة، سلوى، غيرها، تعتبر ماذا؟ كلها أعلام وكلها معرفة. حتى ولو نونت محمد، علي، تعتبر معرفة، لأن عندما أقول لك محمد يكون متعارف لدينا بيني وبينك من هو محمد، إذن هو معرفة وليس نكرة. نأخذ بعض الأمثلة. محمود ونبيلة مجتهدان. محمود ونبيلة، عندما نقولها الشخص فهو يعرف من هو محمود وهم نبيلة، فالمعارف هنا عندنا محمود ونبيلة. المثال الثاني، أحمد يحب القراءة والرياضة. فأيضا عندي أحمد هنا ماذا؟ علم، والأعلام والعلم أو الأعلام من المعارف. إذن الضمير أولا ثم العلم، ثالثا اسم الإشارة. اسم الإشارة هو اسم، وإشارة نشير إليه بالبنان، عندما نشير إلى شخص نقول هذا إذا كان مذكرا، إذا كان مفرد مؤنث نقول هذه، إذا كان مثنى مذكر نقول هذان، إذا كان مثنى مؤنث نقول هاتان، إذا كان جمعا سواء للذكور أو الإناث نقول هؤلاء، هؤلاء رجال وهؤلاء نسوة. أمثلة، هذا مصطفى وهذه رغد. فالمعارف لدينا هنا، هذا اسم إشارة معرفة، مصطفى علم، أيضا ذكرنا في السابق أنه معرفة، هذه أيضا اسم إشارة معرفة، رغد اسم إشارة علم يعتبر معرفة. هذان معلمان، أيضا هذان اسم إشارة، هاتان أيضا، وهؤلاء اسم إشارة. يعني دائما ما نشير بالبنان عندما نخاطب شخص، نخاطب نتحدث عن شخص بعيد نقول هذا أو هذه، لابد أن نشير إليه، فلذلك سمي اسم إشارة. إذن الأول الضمائر كي لا ننسى، الثاني العلم، ثالثا اسم الإشارة. نأتي إلى المعرفة الرابعة وهو الاسم الموصول. طبعا الأسماء الموصولة لدينا في اللغة العربية هي الذي والتي
واللذان الذي للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنثة، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، الذين للمذكر الجمع الذكور، اللاتي لجمع الإناث. من تستعمل حسب السياق. طبعا كيف نعرف أن اسم موصول؟ طبعا من لها أكثر من عمل في اللغة العربية، قد تكون اسم استفهام. من الطارق؟ كيف نعرف أنها اسم موصول؟ بإحلال أي أداء، أي ماذا، أي اسم من أسماء الموصول مكانها. لو استسقت الجملة أصبحت من اسم موصول. سوف نأتي لمثال لها فيما بعد. إذا اسم الموصول يدل على معين، أي شيء معين وواضح ومعروف، فكلها معرف. يعني إذا وجدناها في جملة فهي معرفة. نأخذ أمثلة على ذلك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أين الاسم الموصول في هذه الجملة؟ إنه الذي، وهو للمفرد المذكر. الجملة الثانية: تكرم المدرسة التي يتفوقن. فالاسم الموصول هنا هو التي، وهو من المعارف. المثال الأخير: أحسن إلى من أحسن إليك. أين اسم الموصول؟ الذي غير موجود، التي غير موجودة، اللتان، الذين، اللاتي، من، إنها من موجودة هنا. كيف نعرف أنها اسم موصول؟ نحل مكانها حسب المقتضى. أحسن إلى الذي أحسن إليك. إلى هنا نتبين أن من هذه موصولة أو موصولية، وليست من لديها عمل آخر غير أن تكون اسم موصول. ننتقل إذن المعارف. نذكر الأول: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول. ننتقل إلى خامس المعارف، وهو المعرف بأل، وهي أل التعريف. حين تضاف أل إلى الاسم يتغير من نكرة إلى معرفة. إذن أل عندما تدخل على الاسم تغيره من كونه نكرة غير معروف إلى كونه معرفة. أعمال جبارة نكرة. عندما نضيف إلى أل الأعمال الجبارة، لاحظنا أنها أعمال كانت تنوين ثم أصبحت ضمة. إذن لا يلتقي التنوين، والتنوين عادة علامة للتنكير، علامة للنكرة. حذفت وأصبحت، اقتصرنا على الضمة، كذلك جبارة اقتصرنا على الضمة. نأخذ بعض الأمثلة زيادة في الفهم. كلمة علم عندما تضاف إليها أل التعريف تصبح العلم. أصبحنا نتحدث، عندما نقول العلم متعارف بيننا ما هو ذلك العلم الذي نتحدث عنه، بينما لو قلنا علم فهناك علوم كثيرة لا نعرف ما هي الذي نتحدث عنهم. كتاب نكرة، عندما نضيف إليه أل التعريف تصبح الكلمة كتاب. أيضا لاحظنا كتاب تنوين، عندما أضيفت أل التعريف حذف التنوين واحتفظنا بالضمة فقط. إذا الخامس المعارف هو المعرف بأل. سابقا ذكرنا الضمير، ثم بعد الضمير العلم، ثم اسم الإشارة، اسم الموصول، والآن المعرف بأل. سادس تلك المعارف هو المعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة، مثلا تجد كلمة طبيب، كلمة طبيب نكرة، أيضا التنوين موجود، لا تدل على معين. طبيب ماذا؟ ماذا تخصصه؟ لا ندري. نضيف إليها كلمة الأسنان فصارت الكلمة طبيب معرفة بالإضافة. نقول طبيب الأسنان، فهنا كانت نكرة طبيب وعرفناها بماذا؟ بكلمة الأسنان، فأضيفت إلى مضاف وهو مضاف بأل التعريف الأسنان، فاكتسبت هذه الكلمة معرفة وأصبحت لدينا معلومة بأن ذلك الطبيب هو طبيب أسنان. نأتي للأمثلة أيضا. هذا كتاب خالد. كتاب هنا نكرة،
أضفنا إليها ماذا؟ خالد، فأصبح الكتاب معروفا، أصبح الكتاب معروفا عنه أنه كتاب خالد. فهنا أضيفت إلى علم، هنا في طب الأسنان أضيفت إلى معرف بأل، هنا كتاب أضيفت إلى معرف بأل. أيضا إنه كتابي، كتاب نكرة وأضيفت إليه الياء، والياء هي من الضمائر فأضيف إلى الضمير، لذلك اكتسب معرفة إنه كتابي. إذن هو يبحث عن ماذا أو يتكلم عن ماذا؟ عن كتابه. كيف عرفنا ذلك؟ من خلال الياء، لأن لدينا كتب كثيرة فهو يتحدث عن ماذا من هذه الكتب؟ يتحدث عن كتابه، لذلك هذا الكتاب أصبح معرفة. إذن الأول المعارف كان ماذا؟ كان سادس تلك المعارف المعرف بالإضافة. مثلا تجد كلمة طبيب نكرة لا تدل على معين، نضيف إليها كلمة الأسنان فصارت كلمة طبيب معرفة بماذا؟ بالإضافة، طبيب الأسنان. بعدما دخلنا عليها مضاف، هذا المضاف معرف بأل، فأصبح الطبيب طبيب، أصبح الطبيب وأصبحت معرفة لأنها معرفة بالإضافة. نأخذ أمثلة على ذلك. هذا كتاب خالد، كتاب كانت نكرة فأضيفت إلى معرفة، وهذه المعرفة ماذا؟ ما نوعها؟ إنها العلم، إنه العلم، كتاب خالد. المثال الثاني، إنه كتابي، كتابي في الأصل كانت نكرة وأضيفت إليها الياء وهي من الضمائر فأصبحت أو اكتسبت كلمة الكتاب معرفة، وأصبح هذا الكتاب معروف وهو كتاب ذلك الشخص الذي يريده أو يبحث عنه. نأتي إلى السابع، تلك المعارف. وقف وقف وقف. تلك المعارف هو المعرف بالنداء. مثلا تجد كلمة طالب اسم نكرة لا تدل على معين، ثم أدخلت عليها ياء النداء فصار مقصودا بالنداء يا طالب، كانت طالب فأدخلت عليها ياء النداء أصبحت يا طالب، وهنا أصبحت معرفة لأنك تنادي شخصا بعينه. من أمثلة ذلك، يا مسلم أحسنت، مسلم معرفة لأنه معرف بالنداء، يا تلميذ اجتهد، تلميذ معرف لأنه معرف بالياء. فكل ما أدخلت عليه، كل ما أدخلت عليه ياء النداء أصبح معرفة أي معرف بالنداء. نأخذ أنواع المعرفة، المعرفة ونجملها في هذه. الأول هو الضمير، أول المعرفة. ثاني المعارف ما هي حسب الشرح؟ إنه العلم. ثالث المعارف اسم الإشارة. رابع المعارف الاسم الموصول. وخامس تلك المعارف من ذاكرتكم المعرف بأل. السادس من الحفيظة المعرف بالإضافة، وآخر تلك المعارف هو المعرف بالنداء. هذه هي المعارف: الضمير، العلم، اسم الإشارة، اسم الموصول، المعرف بأل، المعرف بالإضافة، والمعرف بالنداء. هذه هي المعارف. نأتي إلى التدريبات، تدريبات. المثال التدريب يقول: ضع اسما معرفة مكان النقط فيما يأتي وبين نوعه. إذن يريد أن نضع كلمات مناسبة في مكان تلك النقط، ثم نبين نوع هذه المعرفة التي أتينا بها. سافر نقط كان عندنا بالأمس، سافر الذي كان عندنا بالأمس. ما نوع هذه المعرفة؟
ها ما نوعه؟ إنه اسم موصول، اسم موصول. رقم الثاني، الجملة الثانية، نقط: ندرس القرآن الكريم في المساجد، وأيضا نقط: نحن ندرس القرآن الكريم في المساجد والمدارس. نأتي نحن، نوعها ماذا؟ نوعها ضمير، علم، ونوعه ضمير. المدارس علم أيضا، نأسف، معرفة، ونوعه معرف بأل. الجملة الأخيرة، هذا نقط مقرر للصف السابع. هذا الكتاب مقرر للصف السابع. الكتاب معرفة ونوعها معرف بأل، معرف بأل. ننتقل إلى التدريب الآخر. قال الشاعر أحمد شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم، تستقم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. اشرح البيت وأخرج منه نوعين من المعارف. بعد قراءة البيت نحتاج إلى شرحه، طلب منا الشرح، ثم إخراج نوعين من المعارف. شرح البيت: إذا أردت أن تصلح نفسك وأمورك في هذه الحياة فعليك التحلي بالأخلاق الحسنة. إذن الأخلاق الحسنة هي المرجع في ماذا؟ في هذه الحياة وفي إصلاح النفس. نأتي إلى إخراج نوعي المعارف. نوعان من المعارف هما: كلمة صلاح معرف بماذا؟ بالإضافة، بكلمة أمريكا، عرف بالكلمة التي بعده. أيضا النفس معرف بماذا؟ معرف بالألف واللام، بأل التعريف. كذلك لدينا بعض المعارف أخرى لم نذكرها هنا لأنه اقتصر على ذكر نوعين. لدينا كلمة أمريكا، أمريكا مضافة إلى الكاف وهو ضمير، لذلك كلمة أمر تعتبر معرفة. الأخلاق تعتبر معرفة لأنها معرف بأل، كذلك كلمة الأخلاق معرفة بأل. مرجعه اسم، وكذلك مضاف إلى ضمير يعتبر معرفة. إلى هنا نكون قد تكامل درسنا لهذا اليوم. نأمل أن نكون قد أعطيناه حقه وأنه وصل للأفهام. نأمل الله من الله العلي القدير أن يوفقنا ويوفقكم إلى النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.